أبناء وبناتي، طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة معادنا مع حلقة جديدة وهي تدريبات على القواعد النحوية. النهاردة بعد ما خلص المنهج بتاعنا هنشوف طريقة الامتحان عاملة إزاي. هنجيب قطعة نحوية وهنجيب تحتها أسئلة إعراب واستخراج وأجمل بالمطلوب. هنفكر مع بعض وهنشوف مع بعض تدريبات عاملة إزاي. مع بعض نشوف يلا. هنبدأ مع بعض مراجعة ليلة الامتحان من القواعد النحوية. طبعا هيجينا في الامتحان قطعة نحوية في الآخر، وده بيبقى الفرع الأخير أو بعد منه على طول الخط. التدريب الأول: الفلاح رجل نشيط يسابق الطيور في البكور ويسرع إلى العمل قبل شروق الشمس، وهو يقضي اليوم في الحقل، يحرث الأرض ويسقي الزرع وينقي الأرض من الحشائش الضارة. استخرج من القطع السابقة جملة اسمية وبين ركنيها. احنا بنقرأ كده مرة تانية كمان وبنشوف الجمل، وبنبدأ عرفنا قبل كده ان الجملة الاسمية اللي بتبدأ باسم، يبقى بندور كده في القطع على الجملة الاسمية. هنبص تلاقينا الفلاح رجل نشيط. طب الفلاح رجل جملة اسمية، جملة اسمية، يبقى اذن الفلاح رجل. طيب هنا قالك وبين ركنيها، احنا اخدنا ركنين الجملة الاسمية او ركني الجملة الاسمية، هما تمام المبتدأ والخبر. يبقى فين هنا المبتدأ؟ رافع عليه، الفلاح مبتدأ والخبر طبعا رجل. ظرف زمان، ظرف زمان خدنا الترم الاول، ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان ما دل على زمن حدوث الفعل، وظرف المكان ما دل على مكان حدوث الفعل. تعال نبص كده مع بعض تاني: الفلاح رجل نشيط يسابق الطيور في البكور ويسرع إلى العمل قبل شروق الشمس. قبل شروق الشمس. تعال نبص كده على كلمة قبل كده، ظرف زمان، لأن شروق الشمس متى يسرع إلى العمل؟ قبل شروق الشمس، يبقى إذن قبل. طب جملة فعلية هنقرأ، وكل فصلة من الفصلات اللي موجودة عندنا بتحدد جملة جديدة، يعني دي جملة واللي بعدها هنا جملة وهكذا، وتشوف على الفصلات كده ودي جملة وهكذا. يسابق الطيور، دي جملة بدأ بإيه؟ تعال نبص على الكلمة اللي بدأ بيها، اسم ولا فعل؟ يسابق، يسابق ده فعل، فعل مضارع. يسابق، من اللي يسابق؟ الفلاح يسابق الطيورة. طيب ويسرع برضو، انا ماشي نهوا بعد الفصلة واشوف الفعل بتاعنا، ويسرع الى العمل. وهو يقضي اليوم، وهو يقضي، يقضي برضو فعل هي كمان. ويحرث الارض ويسقي الزرع وينقي الارض من الحشائش. طب نكتب بقى جملة، اي جملة من دول تكون جملة فعلية، يبقى يسابق الطيور. طيب حرف جر، تعال نشوف بقى حروف الجر اللي احنا تعلمناها، في، تمام، الى، بنمشي كده على طول مع الكلمة، وهو يقضي اليوم في، كمان في حاجة تانية، في من اهي، يبقى في ايه كمان؟ في ومن والى. تعال نبص بقى على اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لما تحتها خط. مكتبة المدرسة جميلة، كلمة جميلة اللي هي تحتها خط دي تعرب ايه؟ هل هي مبتدأ ولا فاعل ولا خبرا؟ يبقى تاني، مبتدأ ولا فاعلا ولا خبرا؟ طب تعال نبص كده، مكتبة المدرسة، مكتبة هنا اسم ولا فعل؟ برافو عليكم، اسم، بدأ في اول الجملة، يبقى الجملة جملة اسمية، تمام كده، يبقى الجملة الاسمية تبدأ باسم. مكتبة المدرسة، مالها مكتبة المدرسة؟ جميلة، يبقى اذا جميلة عرفتنا ونفهم منها الجملة الاسمية. وما يتم الجملة الاسمية يكون
خبرا، يبقى خبر. الرياضة مفيدة للإنسان، الرياضة مفيدة للإنسان. طب كلمة الرياضة هنا تحتها خط، وفي أول الكلام تبقى إيه؟ اسم، تبقى مبتدأ. تمام، برافو عليك. ضع مكان النقط ما هو مطلوب، يعيش نقط في الغابة. ضع فاعلا مذكرا، ضع فاعلا مذكرا. يعيش، من اللي يعيش؟ تمام، الأسد. يبقى إيه؟ يعيش الأسد في الغابة. تفتح أبواب أو تفتح أبواب المدارس نقط العام، عايز ظرف زمان. تفتح أبواب المدارس نقط العام، يبقى طوال العام ظرف زمان. تعال نبص على الجملة الجميلة، حول الجملة التالية من الإسمية إلى الفعلية. ده سؤال مهم وبيجي في الامتحانات كتير، التحويل، بس بنقع فيه. ليه؟ ما بناخدش بالنا من التحويل على طول. هيجي طالب دلوقتي ويقوم كاتب الجملة زي ما هي، ويقوم قايل يصطادون الصيادون السمك، تبقى الإجابة كلها خاطئة. خد بالك هنا لما بيقول لك حول الجملة الإسمية إلى فعلية، يبقى هبدأ بالفعل. وطالما أنا بدأت بالفعل، الفعل في الأول قاعدة أساسية، لا يسنى ولا يجمع. تاني، الفعل في الأول لا يسنى ولا يجمع، يبقى إيه؟ يصطاد، مش يصطادون، هتبقى يصطاد. وكمل الجملة بقى عادي بقى، الصيادون السمك، يبقى هيبقى الأول إيه؟ يصطاد الصيادون السمك، يبقى الإجابة يصطاد الصيادون السمك. يبقى الفعل في الأول لا يسنى، نحفظها كويس، أو لا يسنى ولا يجمع. وما لو دخلناها بقى وحولناها الجملة اسمية تاني، يبقى الفعل في وسط الكلام يسنى ويجمع عادي، يبقى الصيادون يصطادون السمك. التدريب التاني برضو قطع نحوية وهنقرأها. تقع مدينة الأسكندرية على شاطئ البحر المتوسط، لذلك تمتاز بشواطئها الجميلة وهواءها العليل. والأسكندرية مدينة جميلة بها كثير من الحدائق والمتاحف وقلعة قايتباي وكثير من المعالم الأخرى السياحية. أعرب ما تحته خط في القطع. يبقى هنا في إعراب، تعال نبص على الإعراب. كلمة مدينة، طيب الإعراب علشان أقدر أشوف الكلمة لازم أشوف الكلمة اللي قبليها، أشوف علاقتها بالجملة إيه. تقع مدينة، تقع اسم ولا فعل؟ تقع، من اللي تقع؟ مدينة، يبقى مدينة هنا إيه؟ فاعل، هي اللي تقع. يبقى من، سألت نفسك من، من للإيه؟ للفاعل. يبقى مدينة فاعل مرفوع علامة رفعه الضم. طيب الإسكندرية مدينة جميلة، الإسكندرية مدينة جميلة. هنا في نقطة وبدأنا جملة جديدة بدايتها الإسكندرية. طالما بدأنا جملة جديدة باسم، يبقى الاسم اللي في الأول اللي بيأتي في أول الجملة بنقول عليه إيه؟ برافو عليكم، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم. طيب الإسكندرية مالها؟ مدينة، يبقى مدينة إيه؟ تمام، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم. استخرج من القطعة، يبقى هنجيب من القطعة اللي قدامنا دي، قطعة كبيرة وحلوة ولازم نقرأها كذا مرة علشان نقدر نطلع. اسما جمعا واذكر مفرده، يبقى هنجيب الاسم الجمع وهنذكر احنا ايه؟ المفرد بتاعه. يبقى في اسم جمع كثير من الاسماء موجودة عندك هنا، هو كلمة حدائق وكلمة المتاحف والمعالم، يبقى نختار كلمة منهم تبقى الحدائق، والمفرد الحديقة، فاعلا كلمة ايه؟ مدينة. اسما مفردا واذكر جمعه، برضو عندنا كلمة البحر وعندنا كلمة مدينة، هنختار ايه؟ وعندنا كلمة شاطئ، هنختار كلمة البحر والجمع ايه؟ البحار. اختار زي ما انت عايز وتأكد منهم. ضع مكان النقط ما هو مطلوب، يبقى هنحط هنا ما هو مطلوب مما بين القوسين، يعني بيجيب لك العبارة زي ما هي كده وناقصة كلمة ويقول لك هات المطلوب اهو. نقط الفراشة على الأزهار،
نقط الفراشة على الأزهار، يبقى هو عايز إيه؟ فعلا مناسبا، يبقى عايز أحط هنا في النقط دي فعل نقط الفراشة، يبقى إيه؟ تقف الفراشة على الأزهار. طيب نقط يعود أبوك من السفر، عايز أداة استفهام، يبقى إيه؟ تمام، برافو عليكم. متى يعود أبوك من السفر؟ يستعد نقط للسفر، عايز هنا مكان النقط، عايز ايه؟ عايز فاعل، ما اكتبلوش كلمة فاعل، لا اكتبله كلمة تدل على الفاعل الذي ايه؟ يسافر. يبقى يستعد الرجل للسفر. نقط يحضر صديقي بالامس لمرضه، بالامس لمرضه، وعايز هنا اداة نفي، وعرفنا ادوات النفي لم ولن ولا، وعرفنا من ادوات النفي تنفي الزمن في الماضي وتنفي الزمن في المستقبل وتنفي الفعل سواء كان اسما او فعلا. يبقى ايه هنا؟ نفتكر كده شوية. ايوه برافو عليك. لم تنفي الفعل المضارع وتجعله منفيا في زمن الماضي، لم يحضر صديقي بالامس. اللي عرفني هنا الجملة هنا كلمة بالامس لانها دلت على الماضي. نركز ونقرأ الجمل كويس جدا. حول تدريب او رقم دال، حول الجملة التالية من المفرد الى الجمع المؤنث. هذا هو الطبيب الذي نجح في عمله. هنجري على طول وهنحول. لا خد بالك، ده قال لك ايه؟ حول الى الجمع المؤنث. يبقى اذا المطلوب لازم نقرأه كويس قوي علشان نقدر نحول الجملة. يبقى هنحولها لجمع المؤنث، يبقى نقول هؤلاء هن الطبيبات اللاتي نجحن في عملهن. طيب هنا حول الجملة التالية من الجملة الاسمية الى الجملة الفعلية، يبقى هندور على الفعل. التلاميذ الموجودون يقبلون، يبقى نحط دايرة كده على يقبلوا. طب يقبلون هنا هو احنا قلنا تاني، هنعيد نفس الكلام، مهمة جدا. الفعل في الاول لا يسنى ولا يجمع، يبقى هتكون يقبل. ونكمل الجملة، التلاميذ الموجودون على المكتبات. التدريب الثالث، واحنا كل مرة بنتعلم وبنشوف تدريبات كتيرة علشان نتأكد من المعلومة ونثبت المعلومات كلها. حديقة المدرسة جميلة، يذهب التلاميذ إليها في حصص المجال الزراعي للتعرف على نباتاتها وتلقي الدروس العلمية بها، فاحرص على رعايتها ولا تقطف زهرة ولا تقتل نباتا. طيب عندنا ثلاث كلمات تحتهم خط، حديقة في أول الكلام في أول العبارة تبقى اسم، أيوة برافو عليكم، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم. طيب حديقة المدرسة، مالها حديقة المدرسة؟ جميلة، يبقى جميلة ايه؟ خبر مرفوع علامة رفعه الضم. وفي فصله في جملة جديدة، يبقى يذهب التلاميذ إليها. من اللي يذهب؟ التلاميذ، يبقى التلاميذ هنا ايه؟ برافو عليكم، فاعل مرفوع علامة رفعه الضم. استخرج من العبارة، يبقى العبارة قدامنا وهنطلع منها الكلمات ونقرأها مرة واثنين وثلاثة. فعلا، فعلا انا لسه جايب دلوقتي الفاعل، يبقى فين الفعل بتاعها؟ تمام، يذهب اهي، فعل مضارع. طب اسما مفردا واذكر جمعه، هنجيب اسم مفرد وموجود في العبارة اسماء مفردة كتير مثل الحديقة ومثل المدرسة وكلمة حصص، لا دي جمع، يبقى ندور على المفرد بتاع زهرة وهكذا. يبقى المدرسة والجمع المدارس. طيب حرف جر هتكون على، تمام. طب اسما جمعا هندور برضه زي ما قلنا قبل كده وغلطنا فيها، حصص والدروس. طيب كلمة زهرة، لا زهرة مفرد. طيب نبات، طبعا نبات مفرد. يبقى عندنا الدروس وعندنا كلمة حصص، هنبص كده مع بعض، الدروس والمفرد بتاعها الدرس. جملة اسمية طبعا احنا اخترناها في الاول لان طلعنا منها المبتدأ والخبر، تبقى برافو عليك حديقة المدرسة جميلة، التلاميذ يحبون المدرسة.
دي ثالث مرة ناخد نفس التدريب. اجعل المبتدأ فاعلا، حول من الجملة الاسمية الى الجملة الفعلية، هي هياها، اجعل المبتدأ فاعل. هنخلي المبتدأ ده فاعل، يعني هنخلي كلمة التلاميذ هي الفاعل، يبقى هنجيبها هنا. طالما هنجيبها هنا اهو، يبقى الفعل بتاعنا في اول الكلام، والفعل هنا بيكون ايه؟ مفردا، علما بان الفعل في بداية الجملة يكون مفردا. يبقى يحب التلاميذ المدرسة، المدرسة. يبقى ده التدريب بتاعنا. تعال نشوف بقى مثال جميل. ضع مكان النقط فاعلا مذكرا فيما يأتي. يفرح نقط بنجاحه، يفرح التلميذ. اجعل العبارة الآتية للمثنى، وهنبص عليها، هذه هي الفتاة. يبقى عايز مثنى مؤنث، طالما قال مثنى يبقى زي ما هي كده وهنحولها للمثنى. تبقى هاتان هما الفتاتان اللاتان نالتا الجائزة. نقرأ التدريب الرابع. الربيع فصل الجمال، فيه تشرق الشمس وتتفتح الزهور وتسعى الطيور إلى رزقها في سعادة، فهل رأيت جمالا مثل هذا الجمال؟ كلمة فصل، تمام. الربيع ايه؟ فصل. دي جملة، الربيع فصل، بدأت باسم، يبقى هنا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم. تتفتح، مين اللي بتتفتح؟ الزهور. بجملة هي كاملة، هي تتفتح فاعل، يبقى الزهور فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. وتسعى الطيور إلى رزقها في سعادة. طيب في سعادة، يبقى كلمة سعادة هعربها ازاي؟ اشوف الكلمة اللي قبليها، في حرف جر، واحنا عرفنا ان الكلمة اللي بتأتي بعد حرف الجر بتكون اسم، وبنقول عليها ايه؟ اسم مجرور بفي اللي هي حرف الجر، وعلامة جره الايه؟ الكسرة. جملة فعلية، هنختار من العبارة، فعندنا تشرق الشمس، تتفتح الزهور، تسعى الطيور، كل دي جمل فعلية. يبقى تشرق الشمس فعلا، ثم اذكر نوعه تشرق، ونوعه ايه؟ فعل مضارع. اسما يدل على الجمع، كلمة الزهور. طب واسم يدل على المفرد؟ تعال نشوف كده، كلمة الشمس. اسلوب استفهام، طب في هل عندنا هنا اسلوب استفهام؟ طبعا، لو انت بصيت على علامة الاستفهام خد بالك، مش العلامة هي اسلوب الاستفهام، ولا الأداة لوحدها تكون اسلوب الاستفهام، ولكن الجملة كلها أو السؤال كله يكون أسلوب الاستفهام. يبقى هنكتبه كل، مش هنكتب هل أو هنحط العلامة، لا، هو قال أسلوب استفهام. يبقى هل رأيت جمالا مثل هذا الجمال؟ أكمل بما هو مطلوب. الرحلة غدا، ونقط أشترك فيها، عايز أداة نفي هنا. طب تعالى نبص كده مع بعض تاني، انا قلت لكم ادوات النفي لا ولم ولن. يبقى الرحله غدا، هنا مستقبل، يبقى ايه؟ برافو. ولن اشترك فيها، لان لن تنفي الفعل المضارع في زمن المستقبل. نامت القطه نقط الكرسي، ظرف، ظرف. اوعى، غلط غلط، اوعى تقول لي على، على حرف جر، ولكن الظرف. فوق، تحت، أمام، خلف، كل هذا ظرف مكان، يعني ما دل على مكان حدوث الفعل. نكتب أي كلمة من الكلمات اللي أنا قلتها، فوق مثلا الكرسي، تحت الكرسي، أمام الكرسي، خلف الكرسي، وهكذا. التدريب الخامس، قطعة جميلة وبسيطة وسهلة. المدرسة جميلة، المدرسة جميلة، وأنا أحبها، وأتمنى لكل زملاء التفوق في الامتحان هذا العام. أعرب ما تحتوي خط في العبارة السابقة. كلمة المدرسة في أول الكلام قلنا، تمام كده أظن حفظنا المبتدأ بيجي إزاي والخبر بيجي إزاي. مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم. طب في هنا إيه؟ الامتحان، قبلها كلمة إيه؟ بصوا كده، في بنكون إيه؟ حرف جر. طب اللي بيجي وراه بنقول عليه ايه؟ اسم. اسم ماله؟ مجرور. يبقى تاني اسم مجرور بمين؟ بفي اللي هو حرف الجر بتاعنا،
وعلامة جره الكسر ممتازين. استخرج من العبارة، تعالى بقى نفكر مع بعض من العبارة. يبقى كل حاجة العبارة هي أساس الحل، الاستخراج وكل شيء من العبارة المكتوبة أمامنا دي اللي بتجينا شبهها في الامتحان كده. اسم يدل على الجمع، المدرسة، المدرسة جميلة، المدرسة جمع لا وجميلة مش جمع، وأنا مفرد. امشي معايا كلمة كلمة كده، كلمة كده، واحدة واحدة لغاية بص كده. زملائي جمع، جمع، يبقى نكتب زملائي على طول. اسم يدل على المفرد، أول اسم يقابلنا المدرسة يبقى مفرد، وحرف جر طبعا لسه حلين في حرف جر، وضمير متكلم ضمائر أنا ونحن ضمائر المتكلم، يبقى أنا هي موجود تمام، يبقى أنا. آخر حاجة هنا نقول أكمل بما هو مطلوب، نقط تقع مدرستك، أداة استفهام. أين، برافو عليكم، أين تقع مدرستك؟ نقط شك في إخلاصي، أداة نفي. وكلمة شك هنا تعال نبص عليها، كلمة شك اسم يبقى إيه؟ طب عرفت منين اللي هي اسم؟ حط لها الألف واللام، الشك اسم، يبقى هنا إيه؟ لا، لا تدخل على الاسم والفعل، يبقى لا شك في إخلاصي لك، لا شك في إخلاصي لك. وكده طلبة وطالبات البسكولة في كل مكان، احنا كده خلصنا التدريبات بتاعتنا النحوية، ياريت نكون عرفناها وعرفنا كل الحاجات المهمة اللي موجودة. عرفنا الإعراب بيجي ازاي، كلمة ازاي بنعرف نعرفها، وازاي نضع الكلمة المطلوبة في النقاط، وازاي نقدر نطلع الاستخراج، كل ده عرفناه من خلال التدريبات النحوية. ما تنسوش لايك وشير للقناة، واشوفكم ان شاء الله السنة الجاية، مع السلامة.